إذا نمر الآن الأرقام الخاصة بالجانب الفردي، نشوفوا بعض الأرقام اللي خاصين باللاعبين واللي طاقم البرنامج اللي مشكور على المجهودات ديالو. داكشي اللي غنشوفوا في الفقرة الثانية إن شاء الله. إذا مشاهدينا كيف ما قلنا لكم في الفقرة الأولى الثانية غنقدموا بعض الإحصائيات والأرقام متعلقة بالجانب الفردي. طاقم البرنامج ركز في هذه المقابلة مع اللاعب عبد الكريم بعدي وكذلك المهاجم أيوب الكعبي. سي سعد، عبد الكريم بعدي اليوم نشاط في الجهة اليمنى، قدم بعض التمريرات اللي جيدة، كانت الجهة اليمنى أكثر نشاطا مقارنة مع اليسرى. بالطبع خويا موسى، فاش قلنا اليوم عبد الكريم بعدي اللي كان نشيط في الرواق الأيمن، يعني قام بمقابلة كبيرة، شفنا يعني التحركات ديالو لا من الجانب الدفاعي اللي كان تيعاون الدفاع ولا من الجانب الهجومي اللي كان يعني كيف تنقولوا تمدد الزملاء ديالو ببعض التمريرات اللي ما كترجمش الأهداف. فعبد الكريم بعدي اللي هو تيبقى يعني مدافع وخد أحسن لاعب، فهذا يعني شرف كبير للكرة المغربية. وهذو بعض الإحصائيات اللي كيف ما كنتابعوا، شفنا لمس الكرة اللي وصلت 84 مرة، تمريرات اللي 66 مرة، تمريرات ناجحة 52، تمريرات خاطئة 14، تسديدات مرتين خارج الإطار اللي كانوا جوج مرات، بطاقة اللي ما كانوا، استرجاع عدد المرات والأخطاء مرة. كيفاش كتشوف هذه الأرقام الفردية ديال اللاعب؟ فهاد الأرقام هذه اللي ذكرت فيهم صفة هي أرقام كبيرة، فهاد الأرقام هذه اللي تاخذوا يعني اللي عطاتوا باش يتخذ باش يتعزل أحسن لاعب في هذه المقابلة. وعبد الكريم بعد الدفاع كنعرفوا حنا يعني لاعب نشيط لا في البطوله لا مع الفريق ديالو اللي كان في حتى تكادير لا مع نادي سبركان، فكنتمنى ليه التوفيق في المقابله الجايه ان شاء الله.